السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبتدي يونت 9. What did you do؟ ماذا فعلت؟ دي الوحدة الثالثة في منهج كونكت، الصف الثالث، الترم الثاني، كتاب قطر الندى. يلا بينا نشوف الوحدة. الوحدة بدأ بديالوج كده، محادثة، تعالوا نشوفها. A bazaar is a place to buy and sell things. البازار هو مكان لشراء وبيع الأشياء. تعالوا نشوف القصة بتاعته. What did you do yesterday؟ ماذا فعلت بالأمس؟ What did you do yesterday؟ We went to خان الخليلي. نحن ذهبنا إلى خان الخليلي. We went to خان الخليلي. That's awesome. إنه رائع. What did you do there؟ ماذا فعلت هناك؟ We visited the bazaar. إحنا زرنا البازار. What did you buy at the bazaar؟ ماذا اشتريتم من البازار؟ We bought jewelry for mom's birthday. اشترينا مجوهرات لعيد ميلاد أمنا. After that، وبعد ذلك، we went home and we baked a birthday cake. ذهبنا إلى البيت وخبزنا تورتة عيد الميلاد. Did she like the present؟ هل هي حبت الهدية؟ Yes. She liked the present and she loved the cake. It was delicious. نعم، هي أحبت الهدية وأحبت التورتة، كانت لذيذة. دي كده القصة بتاعت lesson 1، الدرس الأول. تعالوا نشوف vocabulary، كلمات الدرس الأول. بازار اسمه بازار، نفس الاسم ما بيتغيرش. بازار، مجوهرات، جولاري جولاري، بيت، هوم هوم، عيد ميلاد بيرث داي، تي اتش انا بنقرأ الساوند بتاعها ث ث ث، بيرث داي، هدية، بريزنت بريزنت، مكان، بليس بليس، لذيذ، ديليشيز ديليشيز، رائع. الاي مع الدبليو بنقراها او، بتعمل ساوند او، الصوت بتاعها، نقول ايه؟ اوسم اوسم. خان الخليلي نفس الاسم مش بنغيره، خان الخليلي. طيب تعالوا نشوف هنا regular verbs، أفعال منتظمة. بس تعالوا نقول مرة كمان الكلمات: بازار، جولاري، هوم، birthday، present، place، delicious، awesome، خان الخليلي. regular verb أفعال منتظمة. النهاردة هنشرح إن شاء الله إيه هي الأفعال المنتظمة والأفعال غير المنتظمة. regular و irregular. البريزنت هنا عندي كلمة يزور، visit، الماضي بتاعها visited، يزور، زارة، visit visited، يخبز، خبزة، bake baked، visit visited، paid، يحب، حبة، like liked، يحب، حبة، love loved. طيب تعال نشوف irregular verbs، هي أفعال غير منتظمة. يفعل، فعل، do did، يشتري، اشترى، buy bought، يعطي، أعطى، give gave، يبيع، باع، sell sold، يقابل، قابله، meet met. نقولهم مرة كمان: do did، buy bought، give gave, sell sold, meet met. تعال نشوف جمل هنا بيقول: we went to خان الخليلي، ذهبنا إلى خان الخليلي. did she like the present؟ هل هي أحبت الهدية؟ It was delicious. إنها كانت لذيذة. We bought jewelry for mom's birthday. يعني اشترينا مجوهرات لعيد ميلاد أمنا. تعال نشوف الأكتيفيتيز. عندي number one، birthday يعني عيد ميلاد. Number two، baked، خبزة. Number three، sell، اشترى، باع أو يبيع. Number four، present اللي هي هدية. طيب
زي ما اتفقنا وبنقول كل مرة، الجزء بتاع المحادثة ده بنجيبه من آخر الكتاب، بنشوف الصفحة رقم كام، هنلاقيها ورا خالص الجملة كاملة، بنقراها للطفل وهو بيقول ايه الكلمة الناقصة. عندي هنا What did you do yesterday؟ ناقصة كلمة do. We went to خان الخليلي، ناقصة went. What did you do there؟ ناقصة did. We visited the bazaar، ناقصة bazaar. طيب هنا question number 3، read and choose the correct answer، نقرأ ونختار الإجابة الصحيحة. number 1، I bake a birthday، أنا خبزت عيد ميلاد إيه، خبزت إيه في العيد ميلاد؟ كيك. بقول I bake a birthday cake. طيب a bazaar is a place to buy and sell things، البازار عبارة عن مكان بنشتري ونبيع فيه الأشياء. number 3، we went to خان الخليلي، خان الخليلي، نحن ذهبنا إلى خان الخليلي. we bought jewelry for mom's birthday، we bought jewelry for mom's birthday، يعني إحنا اشترينا مجوهرات في عيد ميلاد مام. question number 4، look انظر ورتب ثم اكتب. هنا عندي المجوهرات jewelry، لذيذ delicious، اشترى بوت. عندي هنا كمان question number 5، look and write، انظر واكتب. هنا meet يقابل كيك، الكيكة والبازار. طيب في هنا بقى الجزء بتاع الجرامر، تعالوا نشرحه كده. عندي جزء الجرامر اهو على lesson 1، ونرجع للكتاب تاني. الوحدة زي ما اتفقنا اسمها what did you do، ماذا فعلت. the past simple tense، زمن الماضي البسيط. قلنا هنقول بقى زمن الماضي البسيط ده بيستخدم للتعبير عن فعل حدث في وقت سابق من الماضي وانتهى، يعني حاجة حصلت في الماضي وخلاص انتهت. طب بينقسم لإيه؟ بينقسم إلى أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة، أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة، regular verbs و irregular verbs. طيب الregular verbs اللي هي الأفعال المنتظمة بتتكون من إيه؟ بتتكون من verb زائد إيدي، يعني فعل زائد إيدي، أو verb زائد دي بس، أو فعل زائد دي بس. طيب تعالوا نشوف كده الإيدي، بنحط إيدي لو الفعل مش منتهي بإيه، وبنحط دي بس لو الفعل آخره إيه، فأنا بزود دي بس ما بزودش دبل إيه بقى ونحط دي، لا هي فيها إيه الفعل بحط دي على طول. example play يلعب، لعب played، he played tennis هو لعب تنس. bake baked هي آخرها إيه، زودنا دي بس في الماضي، فبقول she baked a cake يعني هي خبزت الكيكة. طيب الأفعال بقى غير المنتظمة اللي هي irregular verbs، دي طبعا أفعال ليس بنسميها أفعال شاذة. ليه شاذة؟ لأن ملهاش قاعدة ثابتة زي إن احنا نحط في النهاية دي أو نحط دي بس، لا بنحفظها زي ما هي كده، بيديني الفعل والماضي بتاعه فبنحفظهم هما الاتنين زي ما هما. يعني مثلا example، مثال كلمة go يذهب، بقول went ذهب. طيب يعني مثلا we went to خان الخليلي، يعني نحن ذهبنا إلى خان الخليلي. زي كلمة buy يشتري، bought اشترى، we bought jewelry يعني احنا اشترينا مجوهرات. طيب اعرف منين ان الجملة في الماضي؟ في كلمات بتدل عليها، لو لقيت في الجملة كلمة yesterday اللي هي امس، او last week الجمعة اللي فاتت، last month الشهر اللي فات، last year السنة اللي فاتت، باخد كلمة last ومعها week او month او year. وتعالوا نشوف امثلة. we went to the club yesterday، نحن ذهبنا الى النادي امس. I met my friend last week، يعني أنا قابلت صديقي الأسبوع الماضي. ده كده الجرامر بتاع الليسون 1. تعالوا نكمل. هنا بقى مديني برضو تدريبات تانية، جايب لي كلمات البريزنت والباست، المضارع والماضي. مرة بيجيب لي الماضي وأنا أكتب المضارع، مرة يجيب لي المضارع وأنا أكتب الماضي. يعني هنا كاتب لي visit visited، baked أنا أكتب له bake، كاتب go نكتب went، buy أكتب bought، do that هنا give، give دي هنا منتظمة وهنا غير منتظمة، regular irregular، give gave، love loved، play played. طيب هنا عايزني أكتب جمل بقى، هو جيبها لي في المضارع وأنا أكتبها في الماضي، طبعا بنغير الفعل بس. I bake a cake، ببص للفعل bake أخره إيه بزود دي بس، أقول I baked a cake. she buys، buys هنا دي مضارع انا بحولها الماضي وباقي الجملة زي ما هما، ما بنغيرش اي حاجة. buy تبقى bought، she bought ice cream.
We go home. عندي الفعل هنا go أخلي went. أقول we went home. It is delicious. ال is أخليها was. أقول it was delicious. They give. الفعل هو الفعل يعني يعني في الغالب هتلاقوا تاني كلمة. الفعل في الغالب هتلاقوا تاني كلمة. They give. They give. Give هتبقى gave. يبقى they gave mom a present. تمام. طيب هنا كمان مديني مجموعة أفعال في الأفعال المنتظمة وغير منتظمة، عايزني أنا أحطها في المكان بتاعها. regular verbs أفعال منتظمة، عندي زي كلمة baked، زي كلمة looked، زي كلمة watched، زي كلمة liked، زي كلمة loved، أهم الأربعة. طيب الregular verbs أفعال غير منتظمة زي كلمة bought، went، did، where، أهم موجودين كلهم. هنا بقى بيقول شي، اختار جوه ولا وانت، اعرف منين اختار مضارع ولا ماضي، اعرف من كلمة اخر كلمة yesterday امس، يبقى على طول هختار وانت. طيب they اختار visited ولا visit، برضو مش عارفة، ابص الاخر كده لقي last may اللي هي مايو اللي فات، فاختار visited. يعني she went home yesterday، هي ذهبت الى المنزل امس. they visited خان الخليلي last may، هم زاروا خان الخليلي شهر مايو اللي فات. I baked عرفت منين في yesterday، هيبقى I baked a cake yesterday، أنا خبزت كيكة أمس. We bought a car last week، نحن اشترينا سيارة الأسبوع الماضي. دي كده كانت الوحدة الثامنة لأن الكتاب كان ملخبط. طيب كده كمان خلصنا الكتاب الكبير، تعالوا نشوف الكتاب الصغير. الكتاب الصغير كمان هنا عندي يونت 9 ليسون 1 اهو، زي ما اتفقنا اوله بيبقى فيه ديكتيشن، املاء، الطفل بيتملى الكلمات وبالافعال الماضي والمضارع. وتعالوا نشوف الصفحه الثانيه، هنا بنختار read and complete. bazaar visited jewelry gave start. they visited the bazaar، هم زاروا البازار. we bought jewelry for mom's birthday، يعني احنا اشترينا مجوهرات لمام لعيد ميلاد ماما. A bazaar is a place to buy and sell things. البازار ده عبارة عن مكان بنبيع ونشتري فيه الأشياء. هاني and هانا gave mom a present. هاني وهانا ادوا مامتهم هدية. طبعا بنترجم الجمل الأول وبنترجم الكلمات اللي فوق الأول وبعد كده الجمل وبنركبها ونشوف الكلمات بتاعتها. ريارنج زي ما اتفقنا احنا مش بنحفظ قواعد، بنترجم كل الكلمات، بنرتب عربي وبعد كده بنرتبها انجليزي. يعني هنا عندي كيكه، نحن خبزنا عيد ميلاد، هنقول ايه؟ نحن خبزنا كيكه عيد ميلاد. we baked a birthday cake. we baked a birthday cake. طيب ذهبنا الى انا خان الخليلي، او اذهب انا الى خان الخليلي، انا ذهبت الى خان الخليلي. i went to خان الخليلي. طيب كان إنها لذيذة، إنها كانت لذيذة. it was delicious. it was delicious. طيب هنا مديني بيقولي write a paragraph of three sentences، اكتب باراجراف مكون من ثلاث جمل. visited bought present، زار واشترى وهدية. نقول بي زي ما اتفقنا بسيب مسافة في أول سطر، بعمل أول حرف capital، بقول we visited a bazaar. خلاص خلصت جملتي، بحط فول ستوب نقطة، ببدأ جملة جديدة بأول حرف كابيتال. we bought a present for mom's birthday. خلصت الجملة بتاعتي، بحط فول ستوب. وبكده خلصنا ليسون 1. ان شاء الله اشوفكم مع ليسون 2 و 3 مع بعض بإذن الله، ويا رب اكون سهلت عليكم وخففت عليكم الباست بريزنت تنس، زمن الماضي البسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.